والجزائر أيضا يفوز على فلسطين، واليوم أو يوم أمس أيضا اليمن يتفوق على عمان، وليبيا وتونس التعادل حضر فيما بينهم. واضح بالصورة أيضا مدرب المنتخب السعودي عبد الوهاب ناصر الحربي، مدرب اللي كان يلعب لنادي أو كان مدربا لنادي الحزم السعودي، والمدرب بالفعل اللي يقدم مستويات ممتازة. وهذه كرة يا سلام، الله حلوة الكرة الماضية بالفعل، حلوة الكرة الماضية للمنتخب السعودي، كانت عن طريق اللاعب نواف الجدعاني. نواف الجدعاني لكن لقطة ممتازة أيضا كانت ثنائية فيما بينه وبين زميله بأسماء كبيرة مرت على الكرة المصرية العريقة بالفعل في جمهورية مصر الحبيبة. هنا محاولة لا نذكر بأننا على الهواء مباشرة في لقاء المنتخب المصري أمام المنتخب السعودي، وهنا محاولة مصرية خطرة، جول ضاعت إلى خارج أرضية الملعب. هذا الزملكاوي اللي يضعها، والزملكاوية هذه الأيام في فرحة كبيرة جدا بفوزهم طبعا ببطولة الدوري وبطولة الكاس، ونبارك أيضا للفن والهندسة هناك في جمهورية مصر العربية. كرة تعود لها من جديد، ترسل أمامية لمصلحة المنتخب المصري، خطيرة وتسديد أمام المرمى. الكرة تضيع أيضا إلى خارج أرضية الملعب، الآن أصبحت إلى ركلة مرمى في محاولة خطيرة جدا لمصلحة المنتخب المصري، وتحديدا عن طريق اللاعب اللي واضح بالصورة واللي هو حسام عادل. لاحظ هذه الكرة الماضية، كرة خطيرة جدا مرت إلى خارج أرضية الملعب، أصبحت ركلة مرمى. السعودي هتخذ، حاول يمر ولكن كرة مقطوعة أيضا بشكل جيد بدون ارتكاب أي خطأ في اللعبة الماضية، وترتد الآن لمصلحة المنتخب السعودي. تمريرة للأمام الآن، محاولة وكرة عرضية خطيرة، هدف أول الآن للمنتخب المصري. نعم يسجل أول أهداف الآن عن طريق إبراهيم عادل. إبراهيم عادل بضربة رأسية الآن يتقدم للمنتخب المصري الآن. نعم إذا المنتخب المصري الآن يتقدم بأول الأهداف عن طريق اللاعب إبراهيم عادل. لاحظ هذه الكرة الماضية ورأسية على طول يضعها في المرمى، يسجل أول أهداف المنتخب المصري ليتقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. هدف مقابل لا شيء، كرة عرضية كانت ممتازة ورأسية، وهنا فرحة الجهاز الفني والإداري واللاعبين. لاحظ هنا هدف المباراة الوحيد، كرة اللعب بالفعل. إذن في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر أبوظبي الرياضية يطلق حكم اللقاء صفرته. الشبري أيضا نزل في تشكيلة المنتخب السعودي، تغييرين إذن للمنتخب السعودي مقابل تغيير أيضا للمنتخب المصري، وستستمر التغييرات أيضا في الشوط الثاني على اعتبار أن كلا المدربين سيعطون الفرصة الأكبر أيضا للاعبين للمشاركة في هذه المباراة. الآن انطلاقة المباراة الآن مع بداية الشوط الثاني، تغييرين للمنتخب السعودي، محمد الزازي دخل، وأيضا اللاعب رقم 20 نواف أيضا دخل، وراح نشوف هنا محاولة الآن مصرية وانطلاقة للأمام عن طريق علي رياض البديل أيضا كأول لمسة له، وهذه كرة اللعب. الله، لعبة ممتازة بالفعل كانت، شوط أول جميل، لكن لاحظ سيد معوض، لاحظ سيد معوض ممتازة 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 جدا. الكرة الماضية أيضا اللي خلصها أو خلص القائم هو من أبعد الكرة الماضية في ظل تقدم حارس المرمى محمود عيسى، لكن كرة ممتازة كانت من معوض، يسارية لافة رائعة جميلة جدا أيضا ترتطم بالقائم وتمنع هدف ثاني للمنتخب المصري. كرة تعود من جديد الآن، يضغط الآن المنتخب المصري مع بداية الشوط الثاني كما فعل في الشوط الأول، وهنا محاولة للمرور خطيرة، الهدف الثاني الآن. أوه،
الهدف الثاني الآن للمنتخب المصري، هدف جميل. عمر خضر، إذن عمر خضر يسجل الهدف الثاني الآن للمنتخب المصري بعد ما مر وتوغل وسدد بشكل ممتاز في الزاوية. وهنا فرحة اللاعب عمر خضر يحتفل على طريقته الخاصة، الآن يسجل الهدف الثاني الآن في هذه المباراة. لاحظ هنا استلم الكرة، مر بشكل حلو الآن، لعبها ووضعها في الزاوية تماما الصعبة على حارس المرمى، يعني مر بشكل ممتاز من قاسم سلطان لاعب المنتخب السعودي، ووضعها أيضا في المرمى بشكل رائع. يسجل الهدف الثاني الآن للمنتخب المصري اللي يتقدم الآن بهدفين مقابل لا شيء، 2-2. الجماهير والجالية المصرية الحاضرة بخمسة أهداف للا شيء، وكانت هي النتيجة الأكبر في هذه البطولة. هنا محاولة الآن انطلاقا للمنتخب السعودي، وبعد ذلك المدافع أيضا ترسل الآن للأمام، مرور ممتاز الآن، ركلة جزاء ولا إيش؟ حكم اللقاء يطلب استمرار اللعب. لاعب المنتخب السعودي البديل يطالب بركلة جزاء. لاحظ هذه الكرة الماضية، هل كان فيه تدخل في الركبة من الأعلى؟ البديل نواف أبو بكر، طبعا طلال أبو بكر غادر أرضية الملعب يبدو، لا أشاهده. هذا هو اللاعب اللي كان يطالب بركلة جزاء، وهنا محاولة الآن خطيرة ولكنها خطيرة هذه للمنتخب السعودي، ممكن أن يقلص الفارق. خطيرة داخل منطقة الجزاء، تسديدة ولكن المدافع أيضا يخلصها المدافع في واحدة من المحاولات الخطيرة والخطيرة جدا لمصلحة المنتخب السعودي. لاحظ هذه الكرة الماضية، بعدها على طول إبراهيم عادل. تتخلص هذه، تعود من جديد. محاولة الآن أبو بكر، يعني الكرة أيضا طالت. أوه في تدخل الآن، في تدخل وبطاقة، يعني حكم اللقاء كان حاط يده. نعم بطاقة حمراء الآن، بطاقة حمراء يشيرها حكم اللقاء للجدعاني، نواف الجدعاني يتلقى بطاقة حمراء الآن. أيضا كانت في مباراة المغرب والعراق كانت هناك في بطاقة حمراء. هذا نواف ما كان لها داعي يا نواف، يعني أعتقد بأنه كان مستحق. لاحظ هنا الضرب، بعد ذلك أيضا الدهس غير مقبول تماما، الحكم كان قريب من اللعبة. شوف هذه الكرة نعم هذه اللعبة، وشوف حكم اللقاء كيف يناظر ويشاهد. محمد نبيه يرسل كرة نبيه وخطيرة، وحارس المرمى يبعد، يستأنف اللاعب الآن، تصل باتجاه محمد نبيه. تمريرة ممتازة الآن انطلاقة للأمام، أيمن عبد العزيز يلعب كرة ممتازة الآن، ومحاولة خطيرة للمنتخب المصري. الهدف الثالث نعم للمنتخب المصري، يتقدم هذا أيمن عبد العزيز البديل الآن يسجل الهدف الثالث الآن للمنتخب المصري. وذكرت بأن المنتخب المصري أفضل حالا الآن في الشوط الثاني، وتحديدا أيضا بزيادة عددية. يسجل الآن البديل أيمن عبد العزيز الهدف الثالث الآن. لاحظ هنا التمريرة ممتازة كانت أيضا للأمام من بديل إلى بديل، علي رياض يلعبها. شوف علي رياض البديل لعبها لبديل آخر، أيمن عبد العزيز يقف على كرته، مر بمهارة يسجل بقوة في المرمى. يتقدم الآن المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. لاحظ هذه المرور، وهنا التسديدة القوية وعدم الرقابة.